دودي خلودي دودي افطرت؟ ايه افطرت الحمد لله. شلون الدنيا والامور؟ الحمد لله كل شيء ما اروح. الحين صرت تواظب فطور غدا عشاء الحمد لله. من عمي سكر دلعوني والله لا توظف بطنك. وش تعبت دلعوني يعني؟ سكر والله متاخر. لا هذا ما جاني وانا صغير. ما جاني. انا ما كذبت انا ما جاني والله. عقاب ظهري وعقال الصبح والليل. ما حد قال شيء يطيح مخك اندعست مرتين ما حد قال لي سلامات يجيبوا لي بالونات في المستشفى تالي تالي سببت لي غدد الحين مغرين شيك حتى شيك وايفونات وسونيات نبي شيء والله لا ظهر من قلبك خلك لان توظف وما اخذت قرض ولا انتصف القرض ناخذ تكميلي لان اعوق راتبك تعويق ليه؟ ما اقدر يا اخي ليش ما اقدر؟ اخوي استحي انت بحقي بس استني من قوتي ثم بيجي تطلبك فلتت فلتن اليوم ليش ما درست؟ اليوم ما درست انا عندي موعد المستشفى ما تشوف باس ان شاء الله يا اخوي ما عنديك الباس ما تشوف باس تطلع عندي اطلع على بره ودق انسولين الله يشفيك خليني وغير الناس تتسلم عليك تقول بشرنا عن الطيب الله يسلمهم بين الرغبات الخواطر ومدات اليدين يقطع اللي مرخص وجهه وكرامته العزيز يعز نفسه عن المستكبرين لو ما يملك من الملك غير عمامته الحق شعبه ويزكو وجهه المستهين مثل مسكان الغنى فالنفوس الصامته ومنتهي الدعروش ملك الصواد بسنين يدري ان الادمي مكسب سلامته هدحمتني سود الايام بل جنب المتين لين عيني سمرت ليلها ما نامته الرجل يدحم ظروفه بجنب ما يلين والردي لمسها الوقت دنق هامته مستحيل الادمي يرضي الناس اجمعين لو يعاملهم على طيبه وشهامته لا رضي ربي ورضيوا علي الوالدين ما علي من الزمن لو تقوم قيامته يا كثر صبري للزمان وتحديه لو كان جاني من زماني مضره ما عاد يلحق لي نفسي وشاريه بلغت بالواجهه والايام بينت كل اللي بصدري مخفيه وشرحت ما خليت متقال ذره وين انت يا سامع كلامي موحيه لا تمر الدنيا تراها مره دكتورتك صايرين فيه ما فيه اصبر على المقسوم خيره وشرك ترى الدهر ما هو برعك تربيه ما حصل لك من ضرابه وحر شفت حظك ميسدك لا توعيه يقوم من نومه وينحاش مره خله بنومه وطلب الله الشافيه بك يتحصل له علاج يسر سلام